صباح الخير لكل المشاهدين. الأسابيع بتتوالى، الأيام بتتوالى، الساعات كمان بتتوالى، بس أهم شيء نحنا هيدي الأمور ما نخليها تكون عائق لإلنا، ما نخلي الوقت يسبقنا لما نحكي رياضة، ما نخلي أكيد الوقت يسبقنا لما نحكي صحتنا، لأنه الشغل كتير مهم نتابع صحتنا من خلال الأسابيع، من خلال الأيام، من خلال الساعات. اليوم عم نقدم لكم بركي إذا بدكم فرصة كتير حلوة لتقدر تكونوا عم تتمرنوا معنا، عم بتشاركونا الحلقات، عم تمشوا من نهار للتاني، يعني بمثل كتير بسيط من التنين للسبت ورك اوت على الام تي في مع امين. جربوا قد ما فيكم، خدوا التبس اذا مش قادرين تتمرنوا هلا معي، بعدين رجعوا طبقون مش بس بحياتكم الرياضيه، بحياتكم العاديه كمان، لانه نحن كتير فيزيكال، كل شيء بنعمله بالحياه بنستعمل عضلاتنا فيه، بنستعمل جوينتس تبعولنا فيهم. مشان هيك لما تكونوا حاضرين على هالمستوى رح تعيشوا حياه بكواليتي افضل. اليوم نهار تنين نشتغل على اللور بودي، خاصة أكيد لما نحكي لور بودي بنحكي لور لمبز، بنحكي إجرين in a very solid way. نحن بنمشي على إجرينا، قديش هالعضلات لازم يكونوا منيح ليأدوا الوظائف الحركية، ليساعدوا الجوينتس تبعولنا، الركب، الكواحل، كل المفاصل الموجودة بهذيك المنطقة لازم نشتغل عليها. أسبوعنا كتير حلو رح يكون، أسبوعنا طويل من التنين للسبت، رح نشتغل على كتير ايدياز، رح نشتغل على كتير حركات، خاصة ما تنسوا تحضروا نهار الخميس لأنه رح يكون في عنا حلقة كتير خاصة مع التيم تبعنا. خلينا ننتقل على أول صورة إذا كانت حاضرة. نحكي هون جلوبالي عن عضلات اللور بودي تبعنا، هون عم بحكي جلوبالي. بنتقل على الصورة الثانية يلي الصورة الثانية كمان لما تكون حاضرة بتفرجي بالألوان أكثر وديتيلد أكثر على العضلات يلي نحن بنشتغل عليهم لما نكون عم نشتغل على اللور بودي تبعنا. بنتقل كمان للصورة الثالثة لانجز وسكواتس، نحن قديش بنشتغل على هالحركات، كثير مهم تكونوا عم تعملوهم بالطريقة الصحيحة على أقصى الشمال، بوستشر صحيحة 100%، على أقصى اليمين عم تشوفوا الظهر كيف منحني لقدام، منه صحيح لأنه الظهر لما يكون منحني عم بيدفش الركبة، تقطع أصابع الإجرين وصار في هون كثير ستريس على الركبة، مشان هيك الظهر لازم يكون جالس. بنتقل للصورة اللي بعدها سكوات، قديش منا بنعمل سكوات بطريقة خاطئة، حركة منا هينة نسبيا، خاصة للناس اللي مبلشين رياضة جديد بيقدروا يتعلموا يكون البوستشر تبعهم صحيح. شوفوا هون من أهم المستيكس يلي بنعمله لما نكون عم نعمل سكواتس. بننتقل لآخر صورة، This is a nice posture while doing squats. لكن خلينا نبلش معكم نحكي شوي step up culture، اجري كله على الستيب. رح بلش اعمل حركة step up، شد المعدة، انزل لتحت، اطلع، حركة هينة لازم تؤدى كمان بطريقة صحيحة. كل الحركات، في حركة بدها تشالنج شوي، في حركة بدها تشالنج أكتر، في حركات بدهم تشالنج كتير، هيك أنا إذا بدكم بصنف الاكسرسايزز يلي بنشتغل عليها. Let's start، اجري الشمال فوق، step كلها هونيك، let's go. واحد، اثنين، ثلاثة، معدة مشدودة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، شوفوا الأبر بودي تبعي كمان كيف عم بيتفاعل هلا لما بين. 9 and 10 switch it switch لهون same and I go 1 2 3 4 5 6 tap تحت وتاب فوق 8 9 and 10 and 10 فيكم تنزلوا على مهل لتحت ترجعوا تطلعوا على مهل لفوق. عامل السرعة كتير مهم لشخص صار له زمان بيتمرن ما بين شخص تاني صار له زمان ما بيتمرن، مشان هيك اليوم عامل السرعة فينا نشتغل عليها مثل ما فينا نشتغل على range of motion وعلى إذا بدكم plyometrics اللي هي explosive jumping movements. لكن squat let's go with it، إجري على مستوى الكتاف، معدتي مشدودة 10 مرات that's one، tilt your pelvis لقدام منطقة الحوض 3 4 5 6 7 8 9 10 بيرفكت. رح اعملها هلا لهالميله، رح اعمل سكوات على النص، بعدني عم بشتغل وزن جسمي، عم بشتغل بالبودي ويت تبعي بعد ما حطيت اي اديشنال ويت. رح اعمل سكوات I'm gonna walk it squat I'm gonna walk it and I'm gonna squat easy من هون. Body weight training. Let's go. Come on. Down. Step. Two. Step. Three. Step. Four. Step. Five. Step. Six. Side.
7 8 step and 9 step and 10 perfect. بياخد نفس عميق. رح انتقل هلا مع شويه additional weight. الويت بيتحدد بعدة طرق. level of fitness تبعكم قديش صاركم عم تتمرنوا. نعمل increase progressive increase للويتس تبعونا. كمان شغله كثير مهمه ما بعمل هالانكريز الا ما احس حالي انا صرت ريدي لاعمل هالانكريز. من هون ستيشنري لقدام بلش واحد ستيب باك تو معدي مشدوده ستيب باك 3 ستيب باك 4 ستيب باك كمان ذاتس 5 معدي دائما مشدوده 6 7 8 9 10 Let's go for more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 10 perfect. كمان بدي اغتنم الفرصة لعيد زميلنا البرت حومي اليوم عيد ميلاده. هابي بيرثدي البرت. بنتقل للفتنس بول باخد بوستشر تبعيتي بتعلم بطريقة كتير منيحة اقدر اعمل لانجز. الفتنس بول قديش بتساعدني. من هون اخذت البوستشر تبعيتي في يكون هيك في افتح ايدي شد المعدة دايما لود او الوزن تبع الابر بادي تبعي منه هالقد كتير كبير ولكن اكسلنت موفمنت كرمال اقدر ظبط لانجز تبعولي 6 7 8 9 10 and 10 perfect. انتقل لهون switch down ثبت منيح بطلع لفوق كمان معدي مشدودة انا count 1 2 3 راس جالس 4 5 6 7 8 9 and 10 switch it كمان فتنس بول بين الاجرين stretch لتحت معدي دائما مشدوده lean on the fitness ball stretch switch لتاني ميل اجرين من تحت parallel كمان switch it squeeze واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة I go for two more one and two and two great. انتقل لهون فتنس بول على التشست بكل بساطة بطلع عروس أصابيعي كثير اكزرسيس هين. إذا ما عندكم فتنس بول ما بنحمل شيء نحمل أنينة مي بطريقة مستقيمة مع الجسم أو بنحمل حيلا شيء ممكن يعطينا additional weight طول ما إنه الجسم وخاصة بالأبر بادي تبعي وضعيته صحيحة. كيف يعني وضعيته صحيحة؟ إذا أنا عم بعمل هيك وعم بطلع this is not good. إذا أنا هيك وعم بطلع بالحركة it's not good. دايما لازم يكون في aligned posture. لكن لنعملها 10 مرات بعد let's go that's 1 2 3 4 5 switch شوفوا كعاب الاجرين كيف عم بيطلعوا parallel 5 more 1 2 3 4 and 5 اوكي بيرفكت. خلينا نروح لكالتشر. اذا بدكم الباك كيكس اخر حركه بكون عم فرجيها لليوم. بعرف عندكم كثير اشياء تعملوها نهار الاثنين كلنا فيري بيزي بس نبلش اهم شيء رح فرجيها خمسه بخمسه من كل اجر فلور ورك اوت باك كيك الكعب بروح قبل اثنين
ثلاثة أربعة خمسة. بتعرفوا إذا أنا عم بحكي جلوبالي، عم بحكي شو فينا نعمل بعد ما رحت كل إنسان شو بده، شو التارجت تبعه له، وشو التمرين تبعه لازم يكون، كل الحركات اللي بتشوفوها تومور أنا بفرجيها. سات 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 فيكم تروحوا من سات واحدة لأربع سات بين العشرة والعشرين. This is globally، هيدي أول ستيب لإلكم لقدام كرمال تفوتوا على عالم رياضي وعالم صحي بامتياز. شوفكم بكرة بنفس الوقت. Until tomorrow get fit stay fit.